البارت الثالث مال الاميونيتي مال المحاضره الثانيه مال الاميونيتي مال مايكرو الفنجر شلون يصير الجسم انه يستجيب للفنجس. اولا الفنجا هي ايوكاريوتيك سيل يعني حقيقيه النواه سبب لي انفكشن برايمري ان انديفيدوال هاي مهمه في الاشخاص اللي يكون اميونو كومبرومايزد يصير عندهم فنجل انفكشن مو اي شخص. زين شلون يصير عمليه الريسبونس بجسمي ضد الفنجس؟ اولا يقول لك اكو انيت ثانيا ادابتيف يعني مناعه الانيت والادابتيف. الانيت شلون راح يصير استجابه؟ انيت عن طريق النيوتروفيل والماكروفيج تحتوي على توكسين. شو اسمه التوكسين؟ اسمه فانجيسايدل يعني قاتل للفنجاي من اسمه مواد قاتله للفنجاي اي هاي يسويلها سكريشن وتقتل بها الفنجاس. The phagocytes also secrete cytokines and chemokines which are involved in the protective immune response. يعني يقول لك هاي الفنجاي العفو الماكروفاج والنيوتروفيل راح تفرز لي سايتوكاينز كيموكاينز من تسوي الفاجوسايتوزيس المن للفنجس. هاي المواد اللي راح تفرزها راح تسوي تجيب لي الخلايا من الدم خلايا النيوترو الماكروفاج من الدم تجيب لي الخلايا المناعيه من الدم للمكان اللي صاير بيه انفكشن عن طريق السايتوكاين والكيمو كاينز. زين والله وش يقول لك بعد؟ يقول لك in order to phagocytose fungi for intracellular killing على مود انه من تجيب الفنجاي وتسوي لها killing لمن؟ للفنجاي عن طريق منه؟ عن طريق الخلايا المناعية. شلون تقتلها intracellular؟ شلون تقتلها؟ بمن؟ بالتوكسين مالتها اللي صحنا له فانجيسايدل. اذا هذا الفانجيسايدل اما تسوي لها secretion او تسوي لها secretion وتقتلها او لا والله هي بداخلها الفنجاي تفرز عليها تقتلها. بالنسبة للأدابتيف إميونيتي شوف الأدابتيف إميونيتي شون راح الجسم مالتي يستجيب للفنجس؟ هذا الفنجس اجا دخل من دخل الفنجس صار بفاغوسايتوسيس الى الداخل غير لو لا بيمن بالماكروفيج انتجين بريزنتينج سيل ماكروفيج اجد الفنجس جد كسرته مكسرته قدمته بمن قدمته بالام اتش سي 2 لو 1 2 اكيد ليش؟ لان هي ماكروفاج وانتيجين بريزنتنج سيل وهذا جايها اكسوجينس فاخذت سوت له فاجوسايتوس وقدمته بال2. زين من قدمته بال2 يا هل راح يجي لل2 يا هو الهيلبر. شوف هو ال2 هيلبر شرحتها بالمحاضره الاولى ال2 هيلبر راح يجيها تي هيلبر ايش راح تجي بالريسبتر مالته تي سي ار ترتبط مع الانتيجين من هو؟ والله ارتبطت مع هذا الريسبتر قالت ها من ارتبطت قالت هذا فنجاس. زين هذا فنجاس راح انطي اوامر للجسم انه يستجيب على هذا الاساس انه هذا اللي انا لقفته من هو فنجاس انتيجين داخل الجسم. اي والله ايش راح تسوي التي هيلبر اللي هي المدير مال المناعه تقول لك راح اول شغله اسويها انطي اعاز اسمه انترفيرون جاما. هذا الامر انترفيرون جاما شنو الفانكشن مالته؟ هذا يروح للماكروفيج ماكروفيج يسوي لها اكتيفيشن واذا صار اكتيفيشن بالماكروفيج يعني بروليفريشن يصير بالماكروفيج وتتكاثر وهاي فراح شنو يصير؟ راح نرجع لنفس انه مور فاغوسايتوسيس لان ماكروفيج راح يصير مور فاغوسايتوسيس. زين هاي الشغله الاولى اللي يسويها. الشغله الثانيه انه هاي تي هيلبر من قالت هذا فنجس والفنجس صاير انتراسيلولر يعني هذا الفنجس هاي الخليه مال الجسم مالتي ولا هاي اللي سويت لها بالنعمه انتراسيلولر فنجس. زين هذا الفنجس انتراسيلولر شلون راح تعمل ياه؟ راح لازم كتله هو بداخل الخليه من ياها اللي قالت المدير قال هسان ماكروفاج حفزت الماكروفاج راح ياكل لي هو راح ياكل لي واي وكسره وعنده توكسين اسمه فانجيسايدل الماكروفاج توكسين اسمه فانجيسايدل يحول عليه ويكسره وهاي وكان الله يقول محسنين. قال زين هسه لازم بعد طريقه ثانيه انه اقتل بيها الفنجس اللي يكون داخل النيوكليتيد سيل. شلون بالله اكتله؟ قالت طريقه واحده الا اروح احفز التي سيل السيتوتوكسيك تي سيل انا هيلبر اروح احفز السيتوتوكسيك تي لنفوسايت. من راح تحفزتها السيتوتوكسيك تي لنفوسايت صار بيها
قال حقومي ليش نايمة انت عامل عدج فنقص هنا أنا بالجسم ما تدرين بيه. تحفزت قامت تدور دورت انه وين هذا الانتجين وين هذا الفنقص. فلقيته انه هذا الفنقص اللي داخل الخلايا كسرينه مكسرينه ومسوي له اكسبريشن من الخليه بالام اتش سي 1. ترى بعد ما راح اظل اعيد ام اتش سي 1 لانها نيوكليتد سيل والفنقص يكون اندوجينوس انتراسيلولار عفوا انتجين. فلازم الاكسبريشن مالته بالمن بال1 ما طول 1 لازم يقابلها هنا انا سايتوتوكسيك راح تجي تتعامل وياه. فهاي عندها ريسبترات لهذا الانتجين قبل اجت تتحد وياه وراح تسوي كيلينج المن تسوي الكيلينج للسيل اللي بيها الفنقص. وبهذا استجابة جسمي للوجود الفنقص عن طريق الانيت اميونيتي وعرفنا شنو دور الماكروفاج والنيوتروفيل، وعن طريق الادابتيف اميونيتي وعرفنا شنو دور الهيلبر والسايتوتوكسيك تي لنفوسايت. خلينا نجي هسه المن نجي للباراسايت جسم شلون راح يستجيب ضد الباراسايت. اول الباراسايت بي هيلمنث بي بروتوزوا بي هواي شغلات انواع الباراسايت عرفوها انتم. زين بالنسبه للنيت اميونيتي انه جسمي يستجيب ضد الباراسايت عن طريقين. اولا كومبلمنت وراح يكون ريزيستنت الى الباراسايت والماكروفاج اللي هي مال فاجوسايتوسيس وفاجوسايتوس. وهماتين انه الهيلمنث عندها تيكمنت الهيلمنث هاي الديدان عندها شغله اسمها التيجمنت. هاي التيجمنت شلون الجدار يحيط بيها؟ هاي تقاوم الفايجوسايتوزز. شوف من اقول تقاوم الفايجوسايتوزز من اقول مثلا شغله تقاوم الفايجوسايتوزز يعني مو بالضروره انها ما تموت، تموت بس مقاومه جدا تقاوم يعني صعب يلا تتكسر مو. فقلنا الكومبلمنت هذا والكومبلمنت ابو الماك اللي يزرف للجدار وهاي راح تكون مقاومه الى شويه تقاومه مو. خلنا نجي نشرح هيك سالفة. يعني هسه قلنا هذا البروتوزوا أو هذا الباراسايت دخل جسمي، شلون جسمي راح يستجيب إله؟ يستجيب إله جسمي عن طريق الإنيت إميونيتي المناعة الفطرية. المناعة الفطرية بالكومبلمنت. هذا الكومبلمنت شلون يعني كومبلمنت؟ كومبلمنت أما بالماك اللي يزرف للجسم وراح يكون ريزيستنت إله، أو مو بالماك أو يسوي أوبزينايزيشن مو أوبزينايزيشن المن للبروتوزوا، او كيموتاكسيك للخلايا. تعالين يا معودات هاي هنا اكو انتجين. هذا الانيت. ماكروفاج هماتين انيت. هاي ماكروفاج شافت هذا شنو؟ شافت بروتوزوا سوت له فاجوسايتوزيس. اذا الماكروفاج مني انتجين بريزنتينج سيل. يعني هاي يعني لازم تلعب روحك من حتى هاي راح نخلص المحاضره والف مره عدتها. انه انتجين بريزنتينج سيل هي الماكروفاج سوت فاجوسايتوزيس للبروتوزوا. من سوت الفاجوسايتوزيس كسرتها بداخلها. اللي تكسر قلنا احنا هي بيها تيجمنت مقاومه للفاجوسايتوزيس والكيلينج. بس اللي تكسر وصار بيها برزنتيشن بيمن بالام اتش سي يا سي سي 2. ليش؟ لان هي ماكروفاج. ليش ماكروفاج؟ لان سوت فاجوسايتوزيس وهي انتجين بريزنتينج سيل. ما طول انتجين بريزنتينج سيل اذا بالام اتش سي 2 صار عمليه برزنتيشن وشرحتها بالمحاضره الاولى هاي. والله طلعت للانتجين هذا البروتوزوا طلعته هنا على مود منو اللي يجي بالام اتش سي 2 يا خليه تجي سي دي 4 بوزيتيف. من هي؟ الهيلبر تي سيل ام سي دي مو سي دي 4 بوزيتيف اللي عندها ريسبتر اسمه تي سي ار ريسبتر يعني تي سيل ريسبتر. تجي ويا من ترتبط مع هذا الانتجين. شافته قالت ها اي والله هذا الانتجين هذا انتجين البروتوزوا. زين بروتوزوا شوف هسه لحد الان من اخذنا هذا المحاضره كلها سلسه اشربيه كل ما هاي اشوف اقول لك انه هي التي سيل. هاي هنا التي سيل هي المديره اللي تقول ها هذا هيجي هذا هيجي. فقالت هذا هنا بروتوزوا نقول قالت هذا هنا بروتوزوا. فخلنا نعطى اوامر للجسم يستجيب على هذا الاساس انه اكو بروتوزوا بجسمي. شسوت اول شغله اعطتني انه اعطتني انترلوكين 4. انترلوكين 4 وين روحي الانترلوكين 4؟ والله راح للماست سيل خليه مناعيه اسمها ماست سيل جسمي. راح حفز ايش طلعت لي؟ طلعت لي اي جي اي طلعت لي انتي بودي. شو اسم الانتي بودي؟ اسمه اي جي اي انتي بودي. من هي؟ الماست سيل. زين وبعد سوت طلعت لي كيموتاكسيز. المن كيموتاكسيز للايزينوفيل. شوف هيلبر لقفت الانتيجين انه هو شنو؟ انه هو بروتوزوا.
من اللي كفته انه بروتوزوا اول شغله طت اوامر المن انتر بالانقال عن طريق الانترلوكين 4 امر للماس سيل يابا طلعي لي اي جي اي طلعت لي اي جي طلعي لي كيموتاكسس على مود الايزينوفيل تيجي طلعت لي كيموتاكسس وال ثاني امر شنو هو ثاني امر اسمه انترلوكين 5 من هي التي هيلبر اللي هي الماستر مال الجسم المدير انترلوكين 5 شنو فايدته انه راح يروح يسوي لي كيموتاكسيز واكتيفيشن يعني كيموتاكسيز يجيب لي الايزينوفيل من الدم الى المكان اللي صار بيه انفكشن وسوي اكتيفيشن لها المن للايزينوفيل مو من هو الانترلوكين 5 زين هذا امر اول امر سويته او ثاني امر وطته ثالث امر شو تسوي راح تحفز السايتوتوكسيك تقولها انت وين نايمه اكو بروتوزوا بالجسم قومي اطلعي زين حفزت لي من هو السايتوتوكسيك تي لمفوسايت هسه سوت هذين ثلاث شغلات سوت لي خلينا نشوف الفانكشن مال هذين الثلاث شغلات اللي سوتهن شنو زين اول فانكشن الاي جي اي اي جي اي شلون راح يروح هذا الانتيبودي راح يروح يحيط بيمن سوي لي كوتد المن سوي لي كوتد للبروتوزوا يحيط بيها زين من هو الاي جي اي يسوي الكوتيد يحيط بالبروتوزوا زين شنو فايده هاي الكوتيد هسه اقول لك شنو فايده هاي الكوتيد هسه احفظ لي انه هو الاي جي اي حاط بالبروتوزوا اللي داخل جسمي هاي بروتوزوا موجوده بالدم وين ما كان موجوده ما اعرف بس راح يعطينا اي جي اي راح يحيط بها زين ثاني امور ان اللي طلع لي ايزينوفيل جاب لي ايزينوفيل من الدم ايزينوفيل اجت هاي الايزينوفيل من الدم المكان اللي بيه بروتوزوا زين جت الإيزينوفيل المكان بالبروتوزوا الإيزينوفيل تمتلك ريسبتر شو اسمه الريسبتر اسمه اف سي ريسبتر المن للانتيبودي اف سي يعني هذا الاف سي بورشن هذا الاف سي بورشن مال انتيبودي وهذا الريسبتر يكون هذا الاف سي فراح تجي الإيزينوفيل ترتبط مع الاف سي بورشن مال انتيبودي من ترتبط ايش راح يصير بيها راح يصير بيها اكتيفيشن زين من صار بها اكتيفيشن راح تطلع لي شيء اسمه بروتين تفرز تسوي لي سكريشن لبروتين او ديكرانيوليشن لبروتينات الميجر بيزك بروتين او ايزينوفيل بروتين هذن شنو هذن البروتينات هذن البروتينات راح تجي هذن البروتينات تجي تحلل لي من هو تحلل لي هاي البروتوزوا هاي البروتوزوا هي هاي البروتينات راح تجي تحللها عن طريق من انفرزت عن طريق الايزينوفيل شلون انفرزت عن طريق انه هذا الريسبتر الاف سي ريسبتر اللي موجود على سطح الايزينوفيل تحد مع الانتيبودي الاف سي بورشن مال الانتيبودي ها وحفز لي زين شنو فايده تحفيز السيتوتوكسيك والله فايده تحفيز السيتوتوكسيك انه هم نفس السالفه سيتوتوكسيك اجت عندها اف سي ريسبتر سيتوتوكسيك تي لمفوسايت هاي ام ذكرها ام صغرها CD8 positive اجت بهم بها اف سي ريسبتر يعني الاف سي بورشن مال الانتيبودي عندها تجي تتحد بيه من اجت تتحد بيه راح يصير بها اكتيفيشن من صار بها اكتيفيشن انه راح تطلع لي جرانيولوزايم وتطلع لي هاي الشغلات يجي هماتين بروتوزوا دمره اذا لازم تعرف من هو الانيت اميونيتي اللي يشارك بي ضد البروتوزوا ومن هو الادابتيف اميونيتي اللي يشارك ضد البروتوزوا هسه من هسه الانيت اميونيتي من هو اولا الماكروفيج والكومبلمنت سيستم بالانيت والادابتيف والله كم واحد عندي التي هيلبر شاركت هاي واحد والسيتوتوكسيك شارك هاي اثنين بعد منو شارك والماس سيل شارك هاي ثلاثة ايزينوفيل شاركت هاي أربعة والانتيبودي منو والانتيبودي بالادابتيف اميونيتي نوع اي جي اي وبهذا تكون كملت ماكو هو ها وللمعلومه انه هاي السالفه هي صح لا اي دي سي سي شنو الاي دي سي سي هي هاي من انه يجي يرتبط بالريسبتر احنا هسه تروح تلاحظ بالفنجاي بالاكستراز ماكو هاي سالفه الاي دي سي سي ماكو انه يجي الانتيبودي مرتبط بالانتيجين ثم تجي هاي الانزيم الخلايا شافت الريسبتر مالت موجوده هنا على الانتيبودي ارتبطت يلا طلعت الانزيم هاي الحاله شي صح لها اي دي سي سي شنو اي دي سي سي يعني انتيبودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي يعني انه
تصير سايتوتوكسيسيتي للخلايا اعتمادا على الانتي بودي. هاي صار اي دي سي سي، هاي هماتين اي دي سي سي صار هنا، وهنا هماتين اي دي سي سي، حيث انه ترتبط بالانتي بودي وبعدين نطلع انزيم محلل للانتيجين. هذا صار اي دي سي سي. بعد اكو ميكانيزم مال ايفيجن مال الباراسايت، يسوي الايفيجن من الايمونتي. يقول لك بعض الباراسايت سرفايف اند ريبليكيت انسايد السيلز، تمام. انتيجين ماسكينج، تسوي له ماسكينج الانتيجين مالتها. باراسايت كان ديفلوب توغمنت ذات ريزيستنت للدمج الانتي بودي اند كومبلمنت سيستم، هاي حكيناها توغمنت عندها. الانتيجينك فاريشن حاله حاله خواتها، انهيبيشن اوف هوست اميون باي اندكشن اوف التي سيل انرجي، انه يسوي لي انهيبيشن للتي هيلبر فما راح يصير ريسبونس وتعيشون.